حتى ما في تراب. يقولوا لي قبل 10 سنوات ألغوا نظام الزبائن في الشارع وصار كل واحد يشيل زبالته في بيته، يعني تشتري عصير من البقالة تقعد تشربه وتخلص تحطه في جيبك. أرجع البيت جيوبي مليانة عفش. أي شخص ماشي في الشارع ممكن تكلمه على طول راح يديك وجه. لما تحاول تتكلم معاهم زي هذا الطيب يا أخي رهيبين. هلاو. هلاو. حتى لو ما يعرف ياباني ممكن يتفاعل معك يعني. والله خدومين كثير ساعدوني حتى بس بالإشارة. وير تاتات. مرة خدومين يا رجل لدرجة ان نزلت الكيبورد الياباني عشان اي احد اجي اديه الجوال يكتب لي ايش يبغى وانا اكتب له ايش ابغى والحياة سعيدة يعني. اللي مستعجل زي يمشي على اليمين واللي ما هو مستعجل يوقف في اليسار، وهذا الشيء يسووه دائما في المصاعد الدرجية. اليابان اكثر دولة في العالم ممكن تشوف فيها اكل معلب، اشتروا الاكل جاهز بس حطوه في الميكرويف. ما يحبوا يطبخوا شكله. اوكي شعب مؤدب طيب خلوق، لكن عندهم عادات مرة سيئة، يشربوا خمر مرة كثير. اليابانيين شعب يسكر كل يوم، يعني كل يوم يشربوا كحول، اجازة ما هو اجازة، وفي اماكن في الليل تروحها الناس سكرانين وحالتهم حالة. المشكلة انه مع ذلك يكونوا مؤدبين، يعني مع انهم سكرانين يكونوا مؤدبين. شوفوا هذا كيف مسكين سكران وجنبه مرمية شنطة العمل، يعني راجع من العمل. يا اخي طب ليه تسكر يا اخي؟ حرام. نسبة الانتحار في اليابان من أكثر الدول في العالم، سنوياً 30,000 شخص بينتحر، لدرجة عندهم غابة اسمها غابة الانتحار، وفي أكثر من مدينة شبه يومياً تلاقي ناس معلقين في الأشجار. والشيء اللي زعل إنه نسبة العجائز اللي انتحروا كبيرة كمان. في آخر لما تيجي تطول في الأسباب تلاقيها بعض أسباب تافهة، يعني واحد ما ينجح في عمله يروح ينتحر، ولا واحد يكون في الثانوية مثلاً أصحابه يطقطقوا عليه بمعنى أصح يتنمروا عليه، اليوم الثاني منتحر. ونسبة العجائز اللي بينتحروا مرة كثير، خلاص تقاعد من العمل ما في شيء يسويه، تبدأ الأفكار السوداوية تسيطر عليه وينتحر. فالانتحار هنا زي الموية يا شيخ، الله لا يبتلينا يا أخي. خرجت من طوكيو رحت على كيوتو، بعدها رحت على هيروشيما، مريت في كم مدينة بينهم، بعدين رجعت من هيروشيما على كيوتو على طوكيو. المواصلات بين المدن هنا مرة غالية، إذا استخدمت الباص يمكن يكون رخيص لكن يبغى لك 10 ساعات في المشوار الواحد. والمترو مرة غالي، يعني المفروض ان ندفع على هذه الرحلة تقريبا ما يقل عن 2000 ريال سعودي، ولكن اذا جاي اليابان ونفسك تلف فيها هذا الشيء الرهيب مرة حيساعدك. جابان رايل باس تقدر تشترك فيه 7 ايام، 14 يوم، 21 يوم، والصراحة مو رخيص، ولكن المواصلات في اليابان ما هي رخيصة اصلا. ايش يفيد؟ انه تقدر تستخدم المواصلات بين المدن لمدة 7 ايام فري مجانا. فأنا اشتركت 7 أيام تقريباً ب1000 ريال سعودي، واستخدمته حول 4 مدن تقريباً. تقدر تطلبه من النت، تقدر تشتريه من اليابان لما توصل. بعد ما تشتري الرايل باس تبى تسافر لأي مكان، روح المحطة، خش مكاتب التيكت اللي زي كده، وقول لهم أبغى أسافر المكان الفلاني، فحيدوك تيكت لما توريهم هذا الشيء. الشنطة ثقيلة مرة. معلومة حتصدمكم، كم صرفت في اليابان في هذه الرحلة؟ وهل اليابان رخيصة ولا غالية؟ كنت أسكن في السكن الجماعي اللي هي بيوت الشباب اللي هي الهوستلز اللي تجيك 10 أسرة في غرفة واحدة. كنت أسكن في الكبسولات، تقريبا سكنت ب80 ريال ب120 ريال، فمتوسط السكن كان 100 ريال في اليوم. أكل والشرب كنت أكل في اليوم ب50 ريال تقريبا. المواصلات داخل المدن تقريبا متوسط 30 ريال، وكان تقريبا متوسط المصاريف 180 ريال في اليوم. 180 في 13.5 يوم، فمتوسط المصاريف كانت 2430 ريال. زيد عليها 1000 اللي هي المواصلات بين المدن، زيد عليها 500 ريال يا عمي كذا ضاعت، صارت 4000 ريال سعودي. تقريبا صرفت 4000 ريال سعودي في 13.5 يوم. صراحة كنت متوقع اني حصرف اكثر من كذا بكثير، ومع ذلك كنت اقدر اقتصد اكثر من كذا، بس والله صدمني السعر. ايش نفسك تشوف في كوريا يا صاحبي؟ انك تسوي لايك وسبسكرايب ترى هذا الشيء مرة يسعدني ويدعمني. متابعتك شرف يا صديقي، وسوي لايك وانشر المقطع في كل مكان.